خطوات العصيان المدني أو عن العصيان المدني، وهو مصطلح قديم جدا ولكن تطبيقه كان قبل ربما الميلاد، عندما كان يتمرد المواطنين في تلك الفترات أو يتمرد الناس على القوانين الغير عادلة التي كانت تحكمهم من قبل الحكام في ذلك الزمان. العصيان المدني طبعا إذا بنتحدث عنه بشكل تفصيلي بشكل كبير ياخذ وقت كبير ويحتاج إلى أعداد دراسة، ولكن نوجز في بعض النقاط أفضل. طبعا العصيان المدني هو أحد الطرق التي ثار بها الناس على القوانين الغير عادلة كما أشرت، وقد استخدم في حركات مقاومة سلمية عديدة ومؤثرة. مثلا في الهند كانوا يحاولون أنهم يطالبون بالعدالة الاجتماعية، لأن كان في تمييز حتى بين أطراف الديانات الأخرى، فكانوا يتمردون على النظام البريطاني الذي كان يستعبد المواطنين الهنديين، يعتبرهم أصحاب طبقات دنيا. ولكن قام غاندي بحركة تمرد كبيرة وشاملة وسلمية طبعا ومقاومة سلمية، حتى استطاع أن يتغلب على الاستعباد وعلى الاستبداد وعلى الدكتاتورية وعلى الاحتلال وعلى الاستعمار. طبعا العصيان المدني غير مذكور في القانون بشكل دقيق وككلمة عصيان، ولكنه مشرع ومقبول ضمن الأطر وضمن المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية، وهو يعتبر أحد ركائز حرية الرأي والتعبير. ولا يعني بأن إذا لا يوجد قانون محلي في البحرين مثلا يشرع العصيان المدني أن لا أقوم بالعصيان، مو بالضرورة يكون في قانون يسمح لي أن أقوم بالعصيان. إذا هناك قانون مخالف للأنظمة الإنسانية ومخالف للأعراف الإنسانية ومخالف للقانون الدولي، أستطيع أن أتمرد عليه، وهو يعتبر من ضمن حرية الرأي والتعبير. طبعا أشير مجددا بأنه يجب أن يكون بشكل سلمي. طبعا طرق العصيان كثيرة إذا أردنا أن ندخل في هذا التفصيل. طبعا ما يوجد تعريف دقيق كما أشرت في البداية لمسألة العصيان، ولكن هو وفق لبعض الفلاسفة هو عمل عام تقوم به جماعات سياسية أو جماعات مطالبة بعدالة اجتماعية أو جماعات أو جمعيات الحين أو أحزاب أو تجمعات، ويكون هذا العمل عام وسلمي. عام يجب أن يكون لأنه يعطي قوة إلى العصيان المدني. سلمي في وضع نفس البحرين أيضا يعطي قوة للعصيان المدني. هناك في التاريخ الصيانات كانت تمارس فيها بعض الأمور العنفية، كمثلا تفجير آبار النفط وغيرها، كانت تبوء بالفشل
ولكن العصيان السلمي دائما يكون ناجح ومؤثر حتى إعلاميا عندما تريد أن تكتسب تعاطف الدول الأخرى أو المنظمة. طبعا في أغلب الأحيان يتعارض العصيان مع القانون المحلي، ولكن أرجع وأقول ليس معنى ذلك أن لا تقوم بالعصيان عندما ترى أن هناك ظلم واقع عليك أو حقوق منك مسلوب، لأن العصيان المدني ماذا تقوم به؟ تقوم به لتغيير الواقع الذي أنت تعيشه الآن وكنت تعيشه سابقا. تريد أن تغير قانون معين، تريد أن تغير حاكم معين، تريد أن تغير نظام معين، تريد أن تغير تركيبة مؤسساتية نظامية معينة، تقوم بهذا العصيان في شركة أو في دولة أو في مؤسسة أو حتى على مستوى المنزل تستطيع أن تقوم بعملية عصيان. طبعاً في الدولة عندما تقوم أنت بعملية العصيان هي لتغيير سياسة الحكومة أو لتغيير الحكومة، وبهذا المسلك اللي هو العصيان المدني، هذا العصيان يخاطب حس العدالة لدى غالبية المجتمع وفقاً لرأي وتفكير ناضج. يعني ما يصير أنت تقوم تسوي عصيان، تعال خلنا نسوي عصيان، يلا كلنا نسوي عصيان. لازم يكون شيء منظم، يجب أن يكون شيء فيه التزام، يكون شيء نابع عن وعي، يكون نابع عن دراية، نابع عن دراسة، نابع عن استراتيجية. وأحياناً خطوات العصيان يجب أن تكون تدريجية، نفس مثلاً فعلت اللحظة الحاسمة عندما خرج الناس وجلسوا عند منزلهم، كانت فعالية سلمية في معناها نجحت ولكنها قمعت، وعندما تقمع ليس معناها أنها أنت خسرت الجولة. النجاح ليس في قمع الفعالية، وإنما النجاح في تطبيق الفعالية وبكامل معاييرها السلمية. في مبادئ معينة في العصيان المدني يجب الاتفاق عليها، نفس الحرية، المطالبة بالحرية، المطالبة بالمساواة، المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، المطالبة بالشراكة في الحكم. لأن عندما يقوم الشعب بالعصيان المدني هناك حكومات تقول أنت خالفت القانون، ولكن أليس الشعب هو مصدر السلطات؟ إذن عصيانه مشروع. أنا ذكرت بعض النقاط البسيطة وهو طبعا باختصار شديد، أنا أتكلم بأنها حركة سلمية، بأنها حركة عامة، ولنجاحها إعلامياً ولنجاحها خارجياً ولاكتساب الدعم من الجميع يجب أن تتكاتف الجهود وتقوم بعملة العصيان كافة الفصائل السياسية وكافة التوجه. تكلمنا عن فكرة العصيان، العصيان المدني طبعاً إذا بشيله بالتفصيل أيضاً، في ناس سألوني سابقاً وأنا أرد هني، إغلاق الشوارع بشكل سلمي هو يعتبر من العصيان المدني المشروع السلمي. في ناس عندهم إشكالية في إغلاق الشوارع، أتكلم كحقوقي، لا أتحدث كسياسي ولا أتحدث كرجل دين ولا أتحدث كأحد أتباع أي فصيل آخر، أتحدث حسب المواثيق الدولية. إذا كان إغلاق الشارع من أجل مطلب معين لأجل مكسب معين لا أضر فيه الناس ولا أضر فيه الآخرين، وهو لإيصال رسالة معينة للمجتمع الداخلي أو المجتمع الخارجي، فهو مشروع
حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالذات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. طبعا في مبادئ عليا لا يمكن الخروج عنها في مسألة العصيان المدني لأنها راح تصير فوضى. والقانون أساسا أتى، أنا ما أتكلم عن قانون البحرين، أتكلم عن القانون الحقيقي الذي شرع عندما أتى أحد الفلاسفة وهو جان جوك روسو، أتى بقانون. هو أساسا أتى بهذا القانون لتنظيم حياة الإنسان لا لظلمه. هذا القانون أتى لتنظيم حياة المواطن، أتى لتنظيم حياة الموظف كان عسكريا أو كان مدنيا، أتى لكي لا تسلب الحقوق، أتى بهذا القانون ليخرج الناس من عصور الظلام إلى عصور النور بعدما كانت هناك حروب أهلية وكانت هناك حالة فوضى شاملة. أتى بهذا القانون لكي ينظم الحياة ويعطي كل ذي حق حقه. ولكن الآن في دولنا العربية بالذات وفي الدول الاستبدادية يتم استغلال هذا القانون من أجل اعتقال المواطنين وقهرهم والحجر على حرياتهم وقتلهم بالقانون. إذا سمعتم مصطلح سابقا القتل خارج إطار القانون أو القتل ضمن إطار القانون، هذه كلها مصطلحات وتحريرات قانونية أتت بها الأنظمة الاستبدادية لحماية مكتسباتها ولحماية مصالحها ولحماية عروشها. لذلك عندما أتى ذلك الفيلسوف بالقانون هذا وشرع هذا القانون، الآن لديهم ديمقراطية مباشرة في أوروبا. طبعا لا تخلو كل دولة في العالم من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن لا يعني ذلك أنهم لا يعيشون الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين أنفسهم. إذا كان هذا القانون لا يتناسب مع حرية الإنسان ومع مطالبه المشروعة والسلمية، فمن المشروع أن تقوم أنت بمرحلة من مراحل العصيان أو بإضراب شامل وكامل لانتزاع حقك. ويعني ما في أي ضرر، أنت ما بتقتل أحد ولا بتحرق منزل أحد ولا بتتعدى على حقوق أحد، أنت قمت بعصيان الأنظمة الاستبدادية التي لا تعجبك كغالبية شعبية، وش المشكلة؟ فأعتقد هذا اختصارا للموضوع. أنا أدعوكم لقراءة ما نقول بحوث، نقول مقالات عن العصيان المدني لأنها جدا مهمة، الاستماع لمحاضرات عن النضال السلمي لأنها جدا مهمة، نمي أفكارنا، تصقل شخصياتنا، تعرفنا بحقوقنا. هذه المقالات وهذه التشريعات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان تراويك ايش قد الحكومة قاعدة تظلمنا. احنا قاعدين نطالب بحقوق مشروعة، حقوق بسيطة. عندما مثلا تطالب بالإفراج عن أخيك في مشكلة، إذا لماذا يتم قمعي ويتم اعتقالي ومحاكمتي وزلجي في السجن وقطع رزقي وفصلي؟ لا، هناك حقوق مشروعة أنا مسموح لي أن أطالب بها بالطرق المشروعة، وإن خالفت القانون يجب أن أطالب بها. وهذا ما كان يدعو إليه الإخوان في التمرد. التمرد على ماذا؟ التمرد على الظلم، على القوانين، على كل هذه الأمور، وعصيان ما يجب عصيانه.
لا نتحدث عن عصيان الله، نتحدث عن قوانين وضعية تخدم أنظمة استبدادية فقط، لا تخدم